بسم الله الرحمن الرحيم، أعضاء مدونة مكتبة العرب، أهلا بيكو. بإذن الله النهاردة هجمع الشرح الكامل الشامل إزاي تشترك على موقع شرينكت فور مي، وإزاي تقدر تحقق منه أرباح مبدئيا كده قبل ما نخش في الشرح. يا شباب، ده الشهر اللي فات 232 جنيه استرليني، العملة دي يعني 232 جنيه استرليني. 232 جنيه استرليني لو أنا حولتهم لدولار تحويل 334 دولار. 334 دولار في 10 جنيه عندنا في مصر 3340 جنيه، يبقى ده اللي انا حققته مثلا اول شهر. طبعا ده غير الريفرال، وهفهمك ازاي ممكن تكسب من الريفرال. يا شباب دلوقتي لو شفنا الريكوست بايمنت، برضو انا سحبت منه 13 دولار في 23 دولار في 13 دولار في 26 دولار، كل الكلام ده اتحول لي على البي بال، وفي في رصيدي كمان 13.5 دولار، وهنشوف ازاي دلوقتي هنسحبهم سوا. يبقى هنا في كمان 75 دولار غير ال 334 دولار. يعني نحسبها تاني كده، 334 زائد 75 يساوي 409، يعني 4010 جنيه او 4009 جنيه بحساباتنا احنا هنا في مصر. طيب تعالوا شباب، علشان الناس قالت عايزين نبدأ نعرف من البداية خالص ازاي نشترك في الموقع ده، وايه الارباح او ايه الاحصائيات كمان اللي اقدر اشوفها واتابعها وبقدر اكسب منه ازاي. فنشوف كده شباب، انا طبعا عندي هنا حاجة اسمها الماي ريفرال ريبورت. لو اخدت رابط الريفرال ده والشخص اديته الاشخاص، والاشخاص دول سجلوا من خلالي، هقدر اربح حتى لو انا مش هقدر اشتغل في الموقع تاني. عشان لو انت ما انتش مش هتقدر تشتغل في الموقع بنشر بوستات او بعمل ممول او بايا كان، كل اللي عليك هتشتري عضوية بريميوم، او تشتغل بعضوية عادية بتاخد 5% عن اللي انت هتقدر تجلبه للموقع. يبقى انا بروح على اول حاجة الماي ريفرال ريبورت، هاخد الريفرال ريبورت بتاعي كده وهوريكو ازاي بنسجل. انا هعمل كده ايه، اكزت، ونشوف كده شباب. انا لو حطيت الريفرال ريبورت بتاعي، الريفرال الرابط الريفرال بتاعي شباب، انا لما بضغط كده على الرابط اللي ببقى سايبه للناس سواء على الفيسبوك او تحت الفيديو، فبصوا شباب هيطلع هنا يقول لي اهلا بيك، حابب تسجل عن طريق الفري ولا حابب تسجل عن طريق البريميوم؟ طب فهمني الفري هنا بيعمل ايه والبريميوم بيعمل ايه. بصوا شباب، الفري العضويه كاتب لك الممبرشيب بالعضويه مجانا، هنا بيقول لك العضويه دي بتدفع عليها 25 دولار، يبقى العضويه البريميوم بتدفع عليها 25 دولار شهريا. الكوميشن ابجريد، لما العميل يعمل ترقية من ام 25 دولار، تمام، او لما العميل يعمل ترقية من ام 25 دولار هتاخد على العميل ده 10%، يعني هتاخد كام، 2.5، 5 تقريبا، 6.5 دولار او حاجة زي كده، هتاخد 10% من 25، يعني تقريبا 5% تقريبا هتاخدها على العضو لما يسجل بالعضوية الابجريد لو انت شغال بالفري. طب لو العضو اشترى وانت بالبريميوم عضوية ب25 دولار، هتاخد 30% من المبلغ اللي هو دفعه. طيب الكوميشن ريكويست ادز، لو العميل اللي سجل من خلال الرابط بتاعي ده اشترى قناة ب15 دولار، باخد كوميشن 10%، لو انا فري باخد كوميشن 30% لو انا بريميوم، تمام. طيب الكوميشن ادفرت، لو هو يعني اعلن، لو العميل اعلن اللي سجل من خلالك، هتاخد 5% من فلوس الاعلان اللي هو اعلن بيه، و10% لو انت بريميوم. يبقى دايما البريميوم متفوق في كل حاجة. لو انت ما مش هتقدر تشتغل بايديك، ممكن تسجل بعضوية بريميوم وتبدأ تاخد الرابط بتاعك وتدعو الاصدقاء يسجلوا
بس اصدقاء تكون واثق انهم هيقدروا يشتروا او يتفاعلوا علشان تقدر تحصل على كوميشن. تمام. طيب ظهور الاعلانات بتاعك، ظهور الاعلانات بتاعك او مشاهدة الاعلانات بتاعتك، فهنا بيقول لك 0% انت ما بيظهر لكش غير في الصفحة الرئيسية او الصفحة الاولى بتاعتك في الفري، و30% في المدفوع البريميوم. طيب ظهور الاعلانات عند الريفرال، يعني الناس اللي سجلوا من خلالك، 5% في الفري و10% في البريميوم. ازاي ظهور الاعلانات؟ يعني انت دلوقتي ليك قناة او ليك معرف ادسنس، العملاء اللي سجلوا من خلالك اول صفحة دي اعلاناتهم هي اللي بتظهر، تاني صفحة اعلانات الموقع، فالموقع بيحط لك اعلاناتك بنسبة 5% لو انت فري، وبنسبة 10% لو انت بريميوم. تمام. طيب بتختار هتقدر تسجل في انهي، عامة هنا عايز تسجل في انهي بتتوقف على التفاعل بتاعك، هل هتقدر تشتغل وتعمل شغل كويس تقدر تخش في الفري، مش هتقدر تشتغل وهتقدر تدعو اصدقاء كتير والاصدقاء دي هتدفع وتجيب معرفات وتقدر تشتغل، خليك في البريميوم. تمام. فهنقول له مثلا ريجستر ناو، اليوزر نيم بتاعك، الايميل بتاعك، الباسورد بتاعك، الفول نيم، اسمك بالكامل، رقم الموبايل، العنوان، واقول له ريجستر. بعد ما بعمل ريجستر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بدخل بقى بعد كده على طول على الحساب بتاعي اللي انا عملته، وتعالوا نشوف كده دلوقتي على حسابي القوائم دي كلها بتتكلم عن ايه، كل القوائم الجانبية دي بتتكلم عن ايه، وازاي انت جبت الربح اللي انت وريته لنا اول فيديو ده. نشوف كده شباب، عندي البانل هوم بيج، البانل هوم بيج دي اول صفحة بنشتغل عليها، فهي هنا بيقول لي اهلا يا اسمك اهو شادي سوفت. تمام. انت الروابط بتاعتك، علشان انا الروابط بتاعتي اللي ظهرت كام عندي، كام رابط؟ 2913 رابط، 2913 رابط. طيب عدد المشاهدات عندك 73633، انت بتكسب كام من مشاهدة الاعلانات؟ 80%، 50% بتاعتي كعضو فري، و30% كعضو بريميوم، يبقى انت بتكسب 80%. يعني ايه بقى 50% ويعني ايه 30%؟ يعني انت 50% ظهور اعلاناتك في اول في اول صفحة، و30% ظهور اعلاناتك في الصفحة رقم 2 عن الريفرال، زي ما احنا اتفقنا بره في العضوية الابجريد، لان انا عامل لنفسي عضوية ابجريد وهوريها لكم. يبقى انت ظهور اعلاناتك بيظهر بنسبة 80%، عدد مشاهداتك 73633، عدد الروابط بتاعتك 2913. طيب اللي هنا ده بيعمل ايه؟ اللي هنا ده بيعمل لك اختصار الروابط، بيعمل لك اختصار الرابط. يعني انا عندي هنا مثلا رابط يوتيوب لحاجة انا جايبها مثلا وعايز اعمل لها اختصار، بحط رابط اليوتيوب، وهنا العنوان اجمل 10 حيوانات مثلا، وهنا الصورة بتاعت الموضوع، وهنا كود الكابتشا ده اللي هو 755 96، شوف انت هيجي لك كام، تكتب الكود وتقول له شورتن وبيطلع لك الرابط المختصر. يبقى احنا كده عرفنا الصفحة دي هنا وظيفتها ايه، وظيفتها احصائية زائد انها بتعمل لي اختصار الروابط لو انا هقعد اعمل الاختصار يدوي بايدي. طيب عندي تاني حاجة هنا الادسنس سيتنج. دلوقتي انت لو عندك حساب في ادسنس، لو عندك حساب في ادسنس، في ليك بابلش اي دي او شفرة بتاعتك في حسابك. وثانيا بقى اهم حاجة، الناس اللي بيقول لك انا معايا حساب يوتيوب او حساب بلوجر، مش هينفع شباب، اي حساب مستضاف مش هينفع. الموقع ده shrinkitforme.com، ما هوش دوت بلوج سبوت يبقى مش هيشتغل، وما هوش على اليوتيوب يبقى مش هيشتغل، يبقى لازم يكون حسابك عادي. طبعا بتجيب الشفرة هنا وبتكتب سي اي بالشكل اللي انت شايفه ده، سي اي، تمام، وبعدين شرطة بي يو بي اللي هي الببلش اي دي، وبعدين شرطة، وبعدين بتحط الايه الببلش اي دي بتاعك من القناة، بيبقى على هيئة الشكل ده، وبروح عامل ابديت لو انت معاك حساب ادسنس. طب لو مش معاك حساب ادسنس، هنخش على
هوريكو دلوقتي حالا الباقي هنا يا شباب في الادسنس ريبورت. هنا الصفحة دي بتوريك تقارير كاملة بـ 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 بالـ بالـ بالفلوس بتاعتك. تمام. طيب هنا الديت يعني اليوم اتنين، يوم اتنين اربعة، يعني مثلا يوم زي بتاع امبارح 1/4/2016. البيج فيو ظهر ظهرت الاعلانات بتاعتك قد ايه؟ 3638. في كام ضغط على الاعلان؟ 40. تمن الضغطة كام؟ 0.22 بالشكل اللي انت شايفه ده، 22 سنت. انت كسبت كام؟ 8.72 طبعا بالجنيه الاسترليني، 8 جنيه استرليني اهو. 8.92 مثلا، 8.92 يطلعوا كام؟ يطلعوا 12 دولار. يعني ما تفكرش ان هما ايه بالدولار، يطلعوا 12 دولار. يبقى اليوم وقف ب 12 دولار. هي بتتحسب ازاي؟ بصوا يا شباب بالكالكوليتر كده، عندي هنا 3638 اللي هو عدد الظهور، 3638 هضرب في 0. هضرب في ايه؟ لا معلش يا شباب هنا عندي 40 كليكة، 40 كليكاية اهي، فهكتب هنا 40 اهو، هكتب هنا 40 في 0.22 اللي هي تمن الضغطة، طلع كام؟ 8.80 اللي هم هنا تقريبيا 8.72. تمام. يبقى انت بتضرب عدد الكليكات في عدد الضغطات، عدد الكليكات في سعر الكليكة، العدد في السعر، يطلع لك الشكل اللي انت ايه شايفه ده. تمام. ايه تاني؟ هنا بيقول لك today earning، يعني النهاردة انت كسبت كام؟ ادى كده ايه 2 جنيه استرليني دوت 35. امبارح انت كسبان كام؟ 8.72. الاسبوع ده انت كسبان كام؟ this week يبقى انت كسبان 216 جنيه استرليني. الشهر ده انت كسبان كام؟ 11 جنيه استرليني. الشهر اللي فات انت كسبان 233 جنيه استرليني. الشكل اللي انتوا شايفينه فوق ده الاحصائيات بتتجدد كل ساعة، يعني كل ساعة بيجي لك احصائية جديدة. تمام. يعني لو جيت اعمل ريفرش دلوقتي هيقول لي هتشوف بعد 25 دقيقة، هتشوف بعد 20 دقيقة، وهكذا لحد ما يعدي الساعة يروح ايه مطلع لي الاحصائية الجديدة. تمام. طيب عندي هنا بقى خانة الريكوست ادسنس. خانة الريكوست ادسنس دي بعد ما انا اشتريت، احنا عايزين بقى اكونت ما يكونش شاري، او في حسابك انت الجديد اللي هتعمله مش هتكون شاري، فانا هعمل اكزت كده وهسجل بحساب مش شاري اهو، وهوريك ازاي بشتري واهم حاجة بنعملها. ادى اكونت صديق ليا كبير، صديق ليا اهو شباب. احنا كنا في خانة الريكوست، لا مش الريكوست، احنا كنا معلش في الريكوست ادسنس. في الريكوست ادسنس عايز اشتري قناة ليا. انا دلوقتي لو انتوا شايفين في الادسنس سيتنج، احنا اتفقنا ان انت بتحط المعرف بتاعك سي اي كذا كذا كذا. تمام. طيب انا ما عنديش معرف، او عندي حساب ادسنس وخايف عليه، ما بحبش احطه في مواقع علشان ما يحصلش اي حاجة، فبروح رايح على الريكوست ادسنس وتعالوا نشوف الاجراء اللي بنعمله ايه علشان نشتري قناة. باجي هنا شباب على باي ناو، على شراء الان، عايز اشتري معرف لنفسي ب$15 وهبدأ شغل على طول. بصوا شباب باجي كده بيقول لي انت هتدفع لموقع شرينكت فور مي $15. بروح داخل بالباي بال وبقول له ماشي ادفع. حالا نكتب الايه الباسورد بتاع الباي بال. واقول له ادفع شباب. وبصوا هنا هنعمل ايه بالظبط عشان دي مهمة جدا جدا عشان تقدر تستلم معرف القناة. هنا بقول له باي ناو، ادفع الان. وبصوا شباب بقول له ريتيرن تو شرينكت فور مي، لازم اعمل ريتيرن تو شرينكت فور مي دي اهي. اروح رايح ريتيرن. تمام. هيقول لك بعد 10 ثواني هتتنقل لشرينكت فور مي.
تمام يا شباب. بيقول لي هنا your account status waiting for approve. طيب يعني انا منتظر ان انا يتوافق عليا. دي اهم حاجة ان انا قلت له return، ارجع للموقع علشان يظهر لي الشكل ده. تاني حاجة هعملها هخش على الباي بال بتاعي واكد حساب، اكد الدفع، لان انتوا عارفين ان البي بال بيعمل الدفع هولد لمدة 30 يوم معلق. فاحنا عايزين نخش نقول للبي بال لا ادفع حالا دلوقتي، خلينا استلم القناة بتاعتي. فاعمل تسجيل دخول كده للبي بال، تسجيل دخول اهو، وهخش علشان اقول له اكد الدفع اللي انا دفعته. انا شرينكت فور مي، اروح رايح كده على العملية بالشكل اللي انت شايفه ده، واقول له راجع تفاصيل طريقة الحساب القديمة، تمام. وبعد كده هيظهر لي الشكل اللي انتو شايفينه ده كده. فهنا بيقول لي كونفيرم، كونفيرم للعملية. هقول له كونفيرم، هقول له اكد العملية، واروح قايل له يس. ارجع تاني عشان هي بتاخد وقت تاني، واقول له يس. تمام يا شباب. هو بيقول لي ثانك يو، ممكن مرة كمان تالتة عشان اتأكد بس. ومفيش، في خلال 10 دقايق هتكون العملية مكتملة بتاعة الدفع بتاعتي. يعني انتوا شايفين الشكل دلوقتي الديتيلز عامل شكله ازاي. دقايق ونرجع له بعد ما ايه، ما نكمل شوية في الشرحات. طيب بعد ما عملت الريكوست ادسنس اللي احنا عملناها بالشكل دي كده، احنا دلوقتي حسابنا ايه، في انتظار الموافقة لما يتفعل البي بال عشان الراجل يستلم البي بال بتاعه ويديك التشانل اي دي بتاعك، تمام. في عندي هنا الماي ريفرال ريبورتس، دي اللي انا قلت ان احنا نقدر نكسب منها لو احنا مش قادرين نشتغل على الموقع نجيب زيارات او اي حاجة من دي. تقدر تدعو الاصدقاء عن طريق الريفرال لينك بتاعك ده، تقدر تاخد الفيديو وتديه للاصدقاء كشرح وتحط الرابط بتاعك، تقول لهم اشتركوا ايه من خلالي مثلا، او من خلالك انت يعني بالرابط بتاعك. الشخص ده لو دخل عمل ترقية للعضوية، طبعا لو دخل عمل ترقية للعضوية حضرتك بيجي لك كوميشن عليها، تمام. وطبعا عن طريق الرابط ده تقدر تكسب كويس جدا لو نشرته في الجروبات، شروحات او اثباتات دفع او اي حاجة من دي، بتخلي الناس تدخل تشترك من خلالك، وتقدر برضو تكسب كويس جدا. وهوريك انا كسبت ازاي من الريفرال. هنخش على الاكاونت بتاعي انا، انا عايز يبقى الشرح مجمع كده للايه، للموقع كله. اما الاستراتيجيات بتاعت الربح فهحط لكم الفيديوهات بتاعتها، لكن عايزك تبقى فاهم كل حاجه جوه الموقع. احنا قلنا هنا الماي ريفرال ريبورت اهي بالشكل ده. بصوا يا شباب، انا معايا في ريفرال جديد 13.5 دولار، زار الرابط بتاعي 6348 شخص، سجل من خلالي 1479 شخص، تمام. ليه كوميشن 10%. فلو رحت هنا على، طبعا هنا الاصدقاء كلها اللي سجلت من خلال الرابط بتاعي اهي، كل الاصدقاء اللي سجلت من خلال الرابط بتاعي بيجي لك كده بالشكل اللي انت ايه شايفه، ومسجلين فري ولا بفلوس. طبعا للاسف اغلب العرب بيسجل فري، تمام. فزي ما انت شايف كده اهو، ده الاحصائيات بتاعت هنا. في هنا عندي حاجة اللي هنا اسمها request payment. هنا دلوقتي انا ليا 13.5 دولار في روابط الريفرال، دلوقتي اقدر اطلبهم، اقول له اديلي 13.5 دولار، واختار الطريقة اللي انا عايز اسحب بيها فلوسي، سواء البيبال، البيزا، البايونير، اقل حاجة 50 دولار، كل اي حاجة تانية، اقل حاجة 10 دولار، نتلر او بيبال او بيزا، تمام. طبعا ابتداء من يوم 23 ليوم 30 هيبدا يطلع لك الادسنس ايرننج، او المكسب اللي انت كسبته طول الشهر اللي فات. يعني شهر 3 هقبضه يوم 24/4، شهر نهايه 3 المبلغ اللي اتقفل عليه يوم 30/3 هقبضه يوم 24/4 مثلا، تمام. بيجي لي هنا وبرده بطلب المبلغ اللي انا عايزه، وبكتب الايميل بتاع البي بال او اي مكان اللي انت هتختار بيه البي بال مثلا، واقول له بي تو مي، ادفع لي،
تمام، يبقى انا اقول له مثلا ده 13 ونص هاخدهم على الباي بال وادفع لي بي تو مي. طبعا انا اتدفع لي فعلا قبل كده اهو 13 دولار 23 دولار 13 دولار 26 دولار، دي ناس رقت او اشترت القنوات بتاعتها فجالي الارباح بالشكل اللي انت شايفه ده. فانت لو بدأت حتى بدون شغل على الروابط ان انت تقدر تنشر الرابط بتاعك وتخلي الناس يسجلوا من خلالك، فهتقدر برضو تنفذ الارباح بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام، طيب احنا كنا فين؟ ريفرال ريبورت ريكويست بايمنت الممبر ابجريد. اه دي الممبر ابجريد، طبعا انا عملت ابجريد هنا ب 25 دولار، لسه عامله امبارح كمان مجدد، فاخدت كام؟ اخدت 30 يوم، فمتبقي في الابجريد بتاعي 29 يوم. فكرة الابجريد نفس فكرة الدفع اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي. تعالوا كده نشوف البي بال خلاص خلى الدفعة كاملة وتمام ولا لا. طبعا شايفين هنا جدولين صفر وبيقول لي كونفيرم، عايزين نتأكد. تمام، جميل جدا كده، قال لك ثانك يو فور شيرنج باي بال، انت كده خلاص دفعت والدفعة الناس استلموها تمام مفيش اي مشكلة. فخلاص كده شباب ايه الدفعة اللي الناس استلموها في الحساب اللي انا لسه كنت عامله. تمام يا شباب، جميل قوي. يبقى انت ايه بمجرد ما شفت الشكل ده خلاص بإذن الله القناة بتاعتك هتشتغل، بمجرد ما الإدارة تدخل هيديلك رابط الايه القناة بتاعك. فانا هي رابط القناة بتاعي او القناة بتاعتي اهي ال request adsense اهو، ده معرف القناة بتاعي اللي انا شغال بيه. تمام، لما بيتوافق عليه بالشكل اللي انت شايفه ده. في هنا بقى ايه تاني؟ ماي لينك ريبورت. ماي لينك ريبورت هنا بيوريك التقارير باللينكات بتاعتك، كل اللينكات بتاعتك. لو انا ضغطت على اي لينك منهم هيوري لك هنا ده العنوان بتاعه، ده العنوان بتاعه، ده رقمه، ده مكانه، ده يعني انا لو ضغطت كده هيجي لي ده فيديو يوتيوب كيفية النشر على حائط كذا كذا، يبقى ده اختصر اليوتيوب ده اختصر بالرابط ده وحصل امتى؟ سطر دي يوم 2/4، يوم السبت 2/4. جميل، يبقى ده احصائيات بالروابط بتاعتك. هنا تاني هنا بقى اوتو لينك، ده علشان لو انا عندي مدونة وانا شرحتها لكم في فيديو قبل كده، عندي مدونة بروح داخل اخد الكود ده وحطه في الموقع بتاعي وهو بيختصر الروابط بتاعتي اوتوماتيك. بحط رقم صفر لو انا عايز الروابط الغريبة عن روابط المدونة، وبحط رقم واحد لو كل الروابط حتى بالمدونة. تمام، وده برضو تحت الفيديو بإذن الله هتلاقوا كذا فيديو استراتيجيات للربح من الموقع ده. تمام، ماي يو ار ال فيزيت، ودي جميلة جدا، هم عملوا هنا فيها احصائيات جميلة قوي. تعالوا كده مثلا نجيب رابط يكون عليه عدد زيارات كبيرة، هجي كده على النكست وعشان اوريكو العملية فيه ازاي. ونكست حاجة يكون عليها عدد زيارات كبير علشان نشوفه. هنا مثلا شباب اهو حاجة اهي باي بال وادر الاختصار بتاعي، وهيروح على ايه اد عدد الايه الزيارات، هروح ضاغط عليها كده عشان اعرف مصدر الزوار بتاعتي جاية منين وعملوا ايه. فبنتظر كده بيقول لك ثواني، بيوريك دلوقتي عدد الزيارات. قال لك جت من موقع مايكروتك اربز من المدونة بتاعتي بنسبة 25%، زوار دايركت بنسبة 62%، هيد ماي اي بي جاية بنسبة 12%، والزيارات من الدول بيوريك جا من ويندوز 7 قد ايه، من ويندوز 8 قد ايه، من ويندوز اكس بي قد ايه، من عدد المتصفحات، يعني جايب لك تقارير كاملة بالشكل اللي انت شايفه ده عن الرابط بتاعك بيجي منين. وانت تقدر طبعا لما هتلاقي هنا عدد ان مايكروتك اربز مثلا جايب بنسبة 25%، يبقى انا اروح اهتم بده. يعني هنا مثلا انت نشر الرابط بتاعك على الفيسبوك على تويتر على هتشوف اعلى مكان بيتجاب منه زيارات فين وتحاول تهتم بيه، بيوريك ان ده هو اللي بيجيب لك اكتر عدد زيارات ليك. تمام، طبعا بتقدر تتابع من هنا علشان تتأكد ان الرابط بتاعك سليم ومية مية، تقدر تشوف الايه
الحاجات دي كلها. هنا عندي ايديت ماي بابليش كود، لو انت حابب في كل رابط تغير اهو، اجي هنا كده ايديت وغير البابليش كود بتاعي اللي هو السي اي كذا كذا كذا، تمام، وبكتب هنا الرقم ده وبعدين بقول له ايديت، علشان لو انت حابب تحط معرف معرف الادسنس بتاعك، اما لو انت شغال بمعرف القناة فخلاص هي كده كده القناة اتحطت لك ايه اوتوماتيك، تمام. وعندي هنا الماس وايديت تشينج، ده لو انت حابب تغير الايه تغير الكود بتاعك مرة واحدة، وبتكتب برضو رقم الكابتشا ده وبتقول له ايه تغيير. ماي اكاونت ديتيلز ده البيانات الاكاونت بتاعك، تمام. طيب نشوف كده يا شباب، علشان برضو ايه في الريفرال اهون اصبح الحساب بتاعي 18 دولار، هروح رايح على ريكويست بايمنت، هكتب ال 18 دولار دول، هقول له ادي لي ال 18 دولار على البي بال وادق ميل البي بال بتاعي وبي تومي، تمام يا شباب. كده اصبح الامر بيندنج، وخلال دقايق هيتحول لي 18 دولار على حساب البي بال بتاعي. يبقى تعالوا كده نحسب انا كسبت بس من الريفرال كام، 13 زائد 23 زائد 13 زائد 26 زائد 18، 93 دولار، وده كويس جدا جدا. لو خصمت من ال93 دولار، اهو 93 دولار ناقص ال25 العضوية الابجريد، يبقى انا كسبت 68 دولار. هو ده شباب شغل الانترنت، ان انت دايما على فكرة نزل لي 4.5 دولار كمان، يعني ماي ريفرال ريبورت يعني كان في عضوية كمان لسه ما كانتش نزلت، فاتعمل تحديث نزل لي 8 عضوية كمان، يبقى ال93 لو حطينا 4 كمان يعني دخلنا في 100 دولار يا شباب، شيل منه 25 يبقى كسبت 75 دولار. ده لو انت ايه حاولت ايه تشغل دماغك بالايه بالوضع ده، فبالشكل اللي انتوا شايفينه اهو، تمام. ادي الريكوست، ريكوست بايمنت ده ال 18 بيندنج، منتظرهم اهو انهم ايه هيتحولوا لي. فشباب الموقع سواء هتقدر تشتغل او مش هتقدر تشتغل، تقدر تكسب منه يا اما عن طريق الريفرال بتاعك يا اما عن طريق شغلك. يبقى انا بكسب من الناحيتين، انا بعمل مواضيع وبعمل شرح للموقع وبعمل ريفرال، زائد ان انا بعمل شغل كمان في الادسنس ريبورت، بعمل شغل بان انا ناشر بعمل حملات ممولة وحاجات من دي، وهتلاقي تحت الفيديو باذن الله الاستراتيجية اللي انت تقدر تكسب بيها. فانا هنا لو عملت اكزت ودخلت لوجن بايميل الراجل اللي كنا بنشتري له معرف القناة، ده الايه كنا بنقول ريكويست ادسنس، جميل يا شباب، اصبح معاه معرف حساب دلوقتي شغال ابروف، ده جميل جدا، يقدر دلوقتي يشتغل. خلاص يا شباب، طبعا يا شباب ليهم جروب بيكتبوا فيه احدث احدث التطويرات اللي بتتعمل، ده اللي احنا كنا شفناه في اليو ار ال فيزيتس والحاجات دي كلها، وفي اثباتات دفع، وفي اهو في اثباتات دفع للناس كتير، وفي ارباح. طبعا هو ده لسه اول شهر، في يوم 22 او من يوم 22 لحد يوم 30 هيبدأ الموقع يدفع للناس، تقدروا تشتركوا عليه زي ما قلنا يا شباب وتتابعوا عليه الجديد بإذن الله. تحت الفيديو هتلاقوا الدروس المجمعة عن الموقع ده، وازاي بتقدر تكسب منه باستراتيجية الفيسبوك الممول ونشر النشر على الجروبات والكلام ده كله. شكرا ليكم والسلام عليكم.